لو الحكاية فيها إن فيتو معرفش ما عندنا الناس بس لا أي سبب أو غري يعني امتنع احتفل بيه وهو العادة طبعا مثل روايتين عزيزتين إلى قلب الإسلام هما الحب في الملفى وحب النور ودول كانوا مش موجودين في السوق لفترة طويلة جدا كنا جايك تفسر تمشت بالنسبة لمن على دار الشوق إنها بعيد طبعا أنا شاكر ليها جدا هذه المناسبة وبهذه المناسبة امبارح اتصلت بي دار الآداب من بيروت وقالوا انهم عاملين اسبوع لتكريمي في بيروت مش عارف ايه لمواقفي وذكروا على وجه التحديد ان انا اقترحت قفل الجامعه لمده سنتين اعتبروا ده يعني موقف قوي اعتبروا ده من المواقف المهمه جدا فدهشت خالص لان ما اعتقدش ان ده كان بتنسيق مع الشروط ولا كانوا يعرفوا يعني الاثنين اتفقوا على هذه التحية المشكورة وخوفوني يعني الاثنين هما الاثنين خوفوني يعني انا قاعد ماشي جنب الحيط ومبسوط خالص يعني كنتش عايز يعني هذه الاضواء المفاجئة يعني ربنا يستر. المهم ان انا كنت في الواقع زي ما كنت بقول ان انا سعيد لاعادة طبع روايتي الحب في المنفى والمقر انه النشر مسؤولية وكنت بأفتكر باستمرار حاجة ملهاش علاقة بقى لا بالنشر ولا بتاع كلمة لشيلر الشاعر الألماني العظيم كان عن رواية لي ما نجحتش في العرض الأول على الجمهور أظن هي رواية اللصوص أفتكر ما نجحتش في العرض الأول فعايزين يسحبوها من المسرح فقال لا أنا مصمم إن الجمهور يعرف إن هذه الرواية أحسن بكتير من رأيه فيها ولازم يستمر عرضها لغايه ما يكتشفوا قد ايه كويس. انا اتكلم عن انه طبعا ما كانش ناشر لكن بتكلم عن انه فعلا في مسؤوليه على الناشر ان هو يقدر يقدم للجمهور ما يميز الغث من السنين وانه ما ينسقش وراء السوق اذا كان رافض او اذا كان قابل وانما هو اللي يقود السوق الى ما يعتبر ان هو حق وهو جميل. الجمال حاجة مهمة جدا طبعا. في امثلة في التاريخ كثيرة جدا عن اعمال لم تحظى باي شعبية عند شكورية عشان ما اصبحت من درر الادب بعد ذلك. وفي اعمال اخرى كانت في غاية الرواج والاحترام وكسر السوق يعني زي ما بقول وبعدين مع مرور الوقت السوق كسرها يعني ما بقاش ليها وجود خالص يعني. انا بفتكر ان الناشر عليه هذه المسؤوليه ان هو يكون قارئ ذكي يستطيع ان ينتقي ما يعتبره جديرا بالرواج ويقف وراه ويحارب من اجل الرواج وما ليس جديرا بالرواج فيخفيه يعني انا ما اعرفش في هنا حد عجوز زي حالاتي هل تفتكروا في وقت من الاوقات في اثناء ما كنا في المدرسة الثانوي كان في رواية لها شعبية طاغية معلش أنا آسف اسمها الست اللي كانت بتدعي جوزها ما أعرفش حد فاكر الحكاية ولا كانت بتوزع زي الحريقة حد عارف حد سمع عنها دي دلوقتي؟ عبد الغاب سمع عنها بجد والله سمعت الرواية دي عبد الغاب الست اللي كانت بتدعي جوزها كانت بتنشر على حلقات المعكوكه لا يا شيخ والله كانت بتنشر حلقات ثقافه الراجل بيقول كانت ثقافه الست مش كانت دراع كانت ثقافه طبعا وكان في كان كاتب كبير جدا اسمه مش عايز اقول اسمه يعني كان كسر الدنيا برضه وكان اعماله لا تختلف عن الست اللي كانت بتاع جوزها والله هو عكاوي نعم كان رواية الجنس الياس يعني في ناس كتير جدا زي ما قلت على مدى التاريخ وفي كل البلاد زي ما بقول لك كده تبقى رائجة رواجا هائلا ما عادش اضرب مثال صغير خالص عن مسؤولية الناشر برغم ان انا يعني مش متحمس قوي لباولو كويليو بتاع الثنائي
لكن اللي حصل ان الرواية دي اول ما اتنشرت والناشر توزعها في كل حتة فوزعت 600 نسخة، فقرر انه يوقف وما عادش طبعها تاني. الى ان جاء ناشر اخر في البرازيل، كل الكلام ده في البرازيل، ناشر اخر اهتم بالرواية وعمل لها نوع من مش الدعاية ولكن نوع من الترويج للرواية، وعثر على هذه الرواية ايضا ناشر امريكي معروف جدا هارفر مش متذكر قوي، وعاد ترجمها بالانجليزي، فاصبحت هذه الروايه اللي طبعت اول طبع 600 نسخه ولم تقرا اكثر الروايات البرازيليه توزيعا على مدى التاريخ اللي هي السنيات، يعني طبعت ملايين النسخ في كل اللغات دي. هنا بتكلم عن مسؤوليه الناشر، الناشر يستطيع ان يقتل عملا بتجاهله وبعدم اهتمامه بالكشف عن مناطق الجودة في هذا العمل، يستطيع أن يحيي عملا بالاهتمام به من جوانب مختلفة. هناك أمثلة أخرى كثيرة جدا عن أن الناشر يستطيع أن يقدم شيئا جديدا للجمهور ويستطيع أن يقدم شيئا سيئا للجمهور. طبعا دي يمكن الحكاية الثانية دي أكثر يعني يقدم شيء أكبر بكثير يعني ويضرب مثالا سيئا.